C'est quoi l'indication? C'est le diabète, monsieur? Oui, le diabète, oui. Vous voulez qu'un principe de le اليوم تنعطيو انطلاقة ميدانية لحملة طبية من إقليم فران وبالضبط من مركز الصحي ديال جامعة دايت عوا في إطار حملة الوطنية رعاية لمواجهة أضرار المخلفات ديال الموجة البرد والثلوج خاصة ما يلحقوا بصحة المواطن من أمراض مرتبطة بهذه الفترة ديال البرد. هاد الحملة غيستافدوا منها اليوم 2000 ديال المواطنات والمواطنين، حملة متعددة التخصصات الطبية، حوالي 14 تخصص طبي اللي غيستافدوا كذلك من الأدوية، حيث عبئنا على مستوى الجهة ديال فاس مكناس واحد الغلاف مالي إضافي ديال الأدوية إضافي اللي كيتجاوز 1,500,000 درهم. نعطينا اليوم كذلك انطلاقة القوافل الطبية، حيث القوافل الطبية فيها الفحص ديال مجموعة الأمراض، فيها الفحص كذلك على السرطان ديال الثدي في إطار الحملة ديال الفحص ديال سرطان الثدي وعنق الرحم، بتجهيزات ديال الراديو وديال الماموغرافي اللي هي متنقلة، كذلك مختبرات متنقلة، كذلك وحدات ديال طب الأسنان وصحة الفم متنقلة، باش يمكن نوصلوا عند المواطنين في الدواوير في هذه الفتره اللي بعض المرات يكون طرق منقطعه. في الجهه ديال فاس مكناس عبئنا اكثر من 400 ديال الاطر الصحيه اللي غتشتغل طيل هذه الفتره هذه، اضافه الى اننا سنقوم بحوالي 600 خرجه ميدانيه ديال الوحدات الطبيه، اضافه الى 50 قافله على مستوى الاقاليم الخمس في الجهه اللي كتهمها هذه الحملة الرعاية، وهي إضافة إلى إفران هناك تازة وتونات وصفر وبولمان. هاد البلاصة فيها برد بزاف، فيها تلج سمراء وكان مرضو فيها بزاف، والخدمة ما كايناش، والعواد اللي عنده الفلوس كيشريهم، اللي ما عندوش المسكين كيبقى هكا. السبيطار كاين ولكن ما فيهش تلفازة، ما فيهش إمكانيات بزاف، وهنا المساكين ما كان عندهمش باش يشريوا الحطب، باش هاد المنطقه دايت عوا فيها البرد بزاف، منطقه دايت عوا فران فيها البرد بزاف، وهنا التلفزه ما كايناش. ايوا اللي عنده الفلوس كيمشي كيدوز كيشري الدوايات، وما هنا كيعطوك غير شي حاجه قليله ما كديرش، ما بحالهمش هاد البلاصه هذه. C'est pas grave.